معرض البصرة الدولي للتسوق العائلية يفتح أبوابه من جديدة ويطرح منتجات مختلفة بأسعار تنافسية. أكثر من 100 دولة شاركت هذا الموسم بمعرض التسوق وعرضت منتجات غذائية ومنزلية وأخرى تتعلق بمواد التجميل والعطور، فيما لاقى المعرض إقبالا واسعا من قبل العائلات البصرية طوال أيامه الفائتة. المعرض كويس جدا، الإقبال حلو، الناس بتيجي حابة المنتجات المصرية طبعا عندنا، وبيبقى في إقبال كويس عليها. كل منتجاتنا منتجات مصرية، معظمها هاند ميد، شغل الحسين وخان الخليلي، ومنتجات يعني بيبقى في إقبال عليها كويس. منتجات السورية كتير عليها إقبال، ونحن كتير انبسطنا من جينا على العراق. يعني أهل العراق وشعب العراق بيتقبلوا منتجات السورية وبحبوا السوريين. الحلو اني بحبوا السوريين، والفعاليات اللي عم نسويها كثير اني لطيفه وحلوه. صار لنا تشجيع من اهل العراق لمنتجات السوريه، وخاصه من الصابون والزعتر والملبوسات الحلبيه. وتتنافس شركات اجنبيه وعربيه وحتى العراقيه على عرض منتجاتها بطرق مختلفه للفت انظار المتبضعين، بينما حققت بعض الشركات أرباحا كبيرة خلال فترة مشاركتها في المعرض. هذا العسل جبلي أو سدر وبرسيم وخلايا، عندنا المناحل مالنا سليماني حلبشة، عندنا التين مالتنا موسمي، أكو موسمي وأكو دائمي. بفضل الله عندنا البضاعة مالتنا كلها عراق، صح موجود حاليا هنا بالسوق خاصة الجنوب، موجود كله إيران. احنا البضاعة مالنا اللي موجود هنا كل شمال عراق طازجة. يجي تاني وتالت ورابع في البصرة وفي النجف وفي الموصل وفي كربلاء وفي دهوك. العراق كلها ما شاء الله فيها شغل، كلها شغل، وفتح باب أبواب كتير لناس تانية. ويمتاز المعرض الدولي للتسوق في البصرة بنسخته الحالية بضمه أكبر عدد من الشركات التي حصلت على مساحات أوسع هذه المرة لعرض منتجاتها. أثير العبادي، وان نيوز، البصره.